السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في قناة الكنز. النهاردة بعمل ريفيو على العربية سوزوكي شياز، دي الموديل 2019-2020. طبعا العربية سريعا، فيها بلوتوث، فيها رد على المكالمات وغلق المكالمات، العداد عادي، في شاشة صغيرة في النص بس عداد عادي، الخشب ده ملمسه حلو. طبعا للأسف الخامات كلها بلاستيك في بلاستيك، بتمنى لو الخامات تكون أحسن من كده شوية. الإزاز، بالنسبة للإزاز، إزاز السائق فقط هو الأوتو، بقيت الإزاز عادي، مفيش شاشة وسطية، نظام سي دي عادي مع شاشة صغيرة تعرض لك مثلا محطة الراديو أو اسم الأغنية، مفيش شاشة كبيرة. في عندنا مخرج 12 فولت ويو اس بي واي او اكس، جير اوتوماتيك من 6 سرعات. طبعا ممكن حضراتكم تراجعوا المواصفات، انا مصورها لكم بشكل واضح في الفيديو في الاول. مفيش فتحة سقف للأسف، بيت نظارة، إضاءة عادية، كراسي جلد لكن جودة متوسطة، مكان تخزين صغير جدا، خلينا نشوف من وراه. السوزوكي شياز من الخلف، طبعا العربية كراسي مانيوال، في مساحة الرجلين ممتازة مش وحشة، مفيش تقريبا نفق فتيس، يكاد يكون منعدل. طبعا فتحة تكييف صغيرة، مفيش يو اس بي بس في 12 فولت، مسند للي قاعدين ورا مع كاب هولدر وبس. وشكرا للمتابعة.